السلام عليكم. لو حد عايز يعمل سيجنتشر على اساس ان هو مثلا يضيفها لاي ورق الكتروني، ممكن يدخل على موقع اللي انا احط الرابط تحت في الفيديو، هيقول له درو سيجنتشر ويبدا يكتب التوقيع بشكل هو عايزه. انا بكتب اسم عادي، في ناس تانية بتحب تعمل اشكال كده جميله، تمام. وبعد كده تقدر تختار اللون اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه وتقول له سيف، وتختار بقى مثلا خلفيه تكون شفافه وتقول له داونلود، يروح عامل لك داونلود ليها. ده مثلا اهوت بيقول لك جو، وبعد كده بتكتب الاسم بتاعك اللي انت عايزه نيكست، تمام. بتلاقي فونتات كتيره، تختار الشكل والفونت اللي انت عايزه، تمام اهوت تمام. ممكن مثلا طبعا ده هزار، مش حاجه حقيقيه. وتبدا تشوف الحاجه بتاعها اهو، وتقول له نيكست ستيب، تمام. الاسلوب بتاعك اهوت نيكست ستيب، خلاص طلع لك الصوره هي. تقدر تعمل سيف للصوره ديت، تقدر تعملها داونلود على عادي بدون ما تمسك خالص. هنا برضو نفس الموقع، هنا بتقول له كرييت سيجنتشر، تبدا تكتب الشكل اللي انت عايزه اهوت، وتقول سيف، وبعد كده تقدر تعمل داونلود للصوره.